لا يخفى على الجميع أنه أفضل طريقة للدعوة هي الدعوة بالحسنى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شيخ سليمان، أنت قلت يعني في كلامك أنه ما يوجد أي شخص طبعا يعني معفو من الخطأ، الكل يزل ويخطأ، لكن شيخ سليمان أنا أتوقع أنه في أشياء لا تبرر ولا يعني تستطيع أن تأتي لها بحجج. من مثل مثل يعني شاب يعني يلكم من رجال الهيئة ضربات قاسية جدا، اتهم فقط انه يعني بالمغازله، بينما نجد الشاب شاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي الى الرسول يخبره بانه يريد الزنا، فكيف تعامل معه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايضا الحادثه الاخيره اللي سمعناها في حائل، يعني رجال هيئه يطعنون شخص او شيء، يعني لو الانسان فعل ما فعل لا تصل الى هذه الدرجه، معقول شيخ سليمان هل توافقني ان تصل هذه الدرجه؟ يعني مفترض أن يكون رجال الهيئة قدوات للمجتمع طالما هم دعاة للفضيلة يا شيخ سليمان، وهذا الكلام اللي طرحه الأخ محمد المصباحي هو شائع أيضا حتى في الإعلام. يا جماعة الخير، أنتم قدوات، فكيف وأيضا تدعون إلى أخلاق الإسلام، فكيف تناقضون هذا؟ الأمر يحتاج إلى تفريق، وهذا جانب مهم يقع فيه كثير من الناس في اللبس بين عمل الهيئة وعمل الدعوة. الهيئة جهة شرعية تستمد قوتها أو عملها من قوة السلطان، وهذه الجهة لابد أن يعرف أن عملها فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بخلاف الدعوة التي هي مجردة من قوة السلطان، التي هي كما استدليت عليها بقول الله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا كشخص لست مخولا من السلطان بمراقبة هذا العمل أو غيره، فليس من حقي أن آتي إلى شخص فأتخذ بحقه إجراء عقابي أو جزائي. مثلا أنا الآن لو رأيت شخص يقطع إشارة المرور، هل يحق لي أن أعطيه مخالفة؟ لا يحق لي، لأني لست مخولا من السلطان بإصدار مخالفة في حقه، لكن قد أوقفه وأقول يا أخي هذا التصرف اللي تصرفت خطأ ولا يليق. هذا جانب الدعوة. أما جانب العمل الاحتسابي الذي هو عمل هيئة المعروف، فهو عمل يخول الإنسان أن يعمل بموجب ما قرره له السلطان وهو النظام المعمول به في الهيئة. بالنسبة للمقارنة، ولهذا يستدل دائما تجده يستدل لك يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحيح، هذا جاءه شاب وتعامل معه بطريقة أخرى، وجاءه ماعز وغيره ممن هو معترف بذنبه فتعامل معه بطريقة أخرى، هذا صحيح، لكن كل هذا يختلف عن حالات أخرى تضبط في قضايا أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الشاب، جاء الشاب يريد الاستهداء، يريد الاسترشاد، فحق هذا أن يرشد بطريقة لبقة. مثل الجاهل لما جاء الرجل وبال في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربه ولا نهره، لكن حينما يكون الشخص يقع في المعصية، يقع في الذنب، يقع في الخطيئة ويستمر فيها ولا يتوب منها ولا يرجع، فيضبط متلبسا بها، تختلف الحال هنا. طيب، تختلف الحال في من يضبط متلبس في الجريرة أو من يمارسها بي 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 يعني بعد هذا التبسيط يا شيخ سليمان، أنا أريد أن توجز يعني ما نسمعه ونقرأه في الإعلام عن بعض القضايا والأخطاء التي يقع فيها أعضاء هيئة الأمر بالمعروف، الحقيقة كبيرة بما استنكر الزميل محمد المصباحي، هل أنت تبرر هنا؟ لا، أنا أولا بالنسبة للقضايا التي تبلغ المحكمة أو يكون فيها تحقيق ونقاش، يفترض ألا يتكلم فيها لا الإعلام ولا غيره حتى يبت فيها، حتى تنتهي بما تقرره اللجنة. من الخطأ أنه قضية تعرض على المحكمة ويتكلم فيها الإعلام. لا يتكلم، هم يعرضون في الإعلام بأن حادثة وقعت، لكن كثير من القضايا التي عرضت في الإعلام لا صحة لها، لم يثبت صحة. أنا أعطيك مثال، مرة من المرات كتب في الهيئة كلام، كتب عن الهيئة كلام، بعد ما رجعت للمسؤول المعني في القضايا هذه ذكر أن الصحفي اللي كتب في القضية هذه وتكلم عنها أنه له أكثر من سابقة في الهيئة. مثل هذا الصحفي، أنا في تصوري أنه لا يريد الوصول إلى الحق، إنما يريد تشويه صورة الهيئة، كأنه يريد أن يجعل من هذا الموقف يعني حصانة له فيما لو قبض عليه بسبب أخطائه المتكررة التي ضبط
فيها في الآية. قال إن هؤلاء يفعلون كما كنت أقول لكم، إن يعني ما وقع مني ما وقع هو ما كنت أقوله لكم وأحذركم. يا شيخ سليمان يعني